إسماعيل العلوي سياسي مغربي ومناضل معروف وسليل عائلة مغربية عريقة، أستاذ جامعي وأحد رجالات المغرب الذين ناضلوا ضد الاستعمار الفرنسي للبلاد منذ صباه. ظروف النضال الوطني والاستقلال تركت تأثيرها على شخصيته منذ الصغر، وأولى تلك التأثيرات هي التي وقعت في العام 44 من القرن الماضي لما كان في الرابعة من عمره، حين قرر الجيش الفرنسي الدخول إلى البيوت لقمع مظاهرات وقعت في مدينة سلا المغربية وكانت تطالب بالاستقلال. وقرر الجيش الفرنسي أن يحتل بعض المنازل التي كانت يعني مطلة على باقي في مدينة سلا، في مدينة سلا المدينة العتيقة طبعا داخل الأسوار. ومن سوء الحظ أو من حسن الحظ منزلنا كان من هذا الصنف، فدخلت إليه الجيوش واستقرت في السطح على السطح. وكنت أعتبر بأنه هذا حقيقة مساس بكرمة الأسرة وكرمة أعضائها وبالتالي كرمة الشعب برمته. وكان يتصرف هذا الجنود كانوا يتصرفون بشكل لا يحترم حتى أدمية الناس، أدمية السكان. هذه المعطى الأول. المعطى الثاني، بعد مدة من الزمن كانت طبعا حرب فلسطين وكان لها صدى كبير في الوسط المغربي الذي كنت أعيش فيه، الوسط المغربي بشكل عام. وكنت مع أخي أصغر مني نعتبر أنفسنا نحن الاثنين بأننا من أبطال المقاومة الفلسطينية، فكان هو يدعي بأنه هو فوزي قوقجي فوزي قوقجي وأنا شخص آخر اسمه إسماعيل كذا، كان لست أدري ما كان، يعني لقبتوا أنفسكم بأسماء قادة فلسطينيين تماما في 48 يعني كأنه شعور بالتضامن مع هذا الشعب وفي نفس الوقت نوع من الاعتزاز بنضال هذا الشعب. ثم تطورت الأمور طبعا في بلادنا واحتد الصراع من أجل المطالبة بالاستقلال، وكانت هناك مناوشات من قبل الاستعمار من أجل إبعاد الملك من عن المغرب. في البداية لم يفلح في المرحلة الأولى، ثم فلح في المرحلة الثانية، وكان الوليد رحمه الله يأتي بعدد من الصحف مكتوبة بالفرنسية، هو لم يقرأ الفرنسية، وكان يطلب مني وأنا ذاك ابن 10 أو 11 سنة أن أقرأ له هذه الصحف وأن أترجمها. لست أدري هل كنت أفلح في هذه العملية، إنما هذه من الأشياء التي جعلتني تطلع أكثر، أطلع أكثر على كل ما هو كل ما يكتب أساسا باللغة الأجنبية بالفرنسية، وبالتالي أصبحت يعني منغمسا في حركة الوطنية العامة. في 15 من عمره يندرج إسماعيل في إحدى الهيئات الشبابية التي تشكلت بعفوية من قبل سياسيين أكبر عمرا وأكثر تجربة، فكانت فرصة مواتية لإسماعيل لأن ينخرط أكثر في النضال الوطني. كنت أنا ذاك كان في عمري 15 سنة واندرجت في هيئة تكونت بشكل من دون شكل مقصود من قبل المسؤولين السياسيين في المدينة وخارج المدينة، ولكن بالنسبة لنا نحن الشباب كنا نعتبر بأنها كانت مناسبة للقاء فيما بيننا. فكنا مجموعة تحت مسؤولية أحد المتقدمين في السن، أصبح فيما بعد أستاذي في اللغة العربية وأصبح كذلك من رئيس لكتاب المغرب وهو الأستاذ ليبوري، فكان هو الذي يشرف على نشاط هذه الهيئة أو هذه المجموعة من الشباب. كنا نقوم ب يعني تنظيم نزهات خارج المدينة، وأساسا كنا ننظم حلقات لمناقشة الأوضاع وللتفكير في مآل الوطن فيما بعد. في العام 56 يحصل المغرب على استقلاله الوطني من الاستعمار الفرنسي وعلى مراحل، وهنا تأخذ حياة إسماعيل منحى النضال السياسي والاجتماعي،
وبدأ اهتمامه بالفكر الماركسي ويصبح عضوا في الحزب الشيوعي في العام 62. أول كتاب ماركسي طلعت عليه كان هو كتاب بليخانوف، هو مفكر كان قبل المفكرين الآخرين، هو الذي أدخل على ما يبدو الماركسية إلى روسيا. فطبعا في هذا الباب حصل اتصال مع، كنت وصلت إلى الجامعة آنذاك، فيبدو حسب ما علمت فيما بعد أن أحد الأساتذة في هذه الجامعة وكان فرنسيا كانت له علاقة متميزة مع مغربي، والمغربي هذا كان عضوا في الحزب الشيوعي المغربي، فقال له أنه ما بين طلبة الذي أدرس لهم هناك أحد، واحد منهم اسمه إسماعيل العلوي، له ميل إلى الفكر الماركسي وإلى الثقافة وإلى يعني الكتب الماركسية. يقول إسماعيل إن قراره الانضمام للحزب الشيوعي في جزء منه يعود إلى قرار محكمة الاستئناف في المغرب منع الحزب، وذلك بتأثير من مدير تحرير مجلة ريدرز دايجست الأمريكية على الملك محمد الخامس أو أحد مستشاريه. التحق بالحزب كرد فعل غاضب على هذا القرار الذي منع حزبا من أن يمارس حقه في الوجود المشروع، لا لشيء إلا لأنه يعني له مرجعية فلسفية مادية، في حين أنه لليقين أنه القضاة الذين حكموا بمنع هذا الحزب لا يدركون أي شيء، لا في المادية ولا في المثالية، تكوينهم الفلسفي من دون شك أنه كان محدودا إلى أقصى حد، مع كل احترامي لهم لأن عدد منهم مات. على أي أساس كنت تعتقد أنه ربما تكون الماركسية هي ملائمة للظرف المغربي للتطوير، ولا كان مجرد كان لسه الشباب لسه مجرد يعني؟ أظن أنه من دون شك كان عنصر شبابي يلعب دوره، ولكن كذلك كان شعور بالحيف الذي كان موجودا في هذا المجتمع بين الفئات الاجتماعية المكونة له. وأنا منذ البداية كنت دائما يعني أرفض الاحتقار للآخرين، وأرفض نوع من الكبرياء كذلك إزاء الآخرين، فبالتالي كنت ميال إلى العناية بالمستضعفين كما نسميهم اليوم. في بداية 62 من القرن الماضي يلتحق إسماعيل بالجامعة لدراسة الجغرافيا وشيء من التاريخ كما يقول. عندما وصلت إلى الجامعة طبعاً اهتميت بالجغرافيا أساساً مع شيء من التاريخ، والجغرافيا جعلتني أنني أخذتها طريق يعني التعمق في هذا المادة هذه بالأساس، ثم اخترت نظراً لبعض العناصر التي أشرت إليها في كلامي هذا ولو كان مقتضب وبسرعة، جعلتني أهتم بسكان الأرياف أكثر ما أهتم مثلا بالصراع. يعني اهتمامك بالريف قديم. قديم فعلا قديم. كانت علاقة الأحزاب بالقصر ومع الملك محمد الخامس علاقة منسجمة، خاصة بعد أن وقفت الأحزاب موقفا مدافعا عن الملك عندما نفاه الفرنسيون إلى جزيرة مدغشقر في الخمسينيات من القرن الماضي. طبعا كان هناك تعايش، لأنه في الواقع وهذه من الجوانب المثيرة للانتباه بالنسبة للتاريخ المعاصر المغربي، فلم يقع انفصام ما بين الملك ما بين السلطان آنذاك والحركة الوطنية، بل كان هناك نوع من الانصهار، كان هناك اتصال متين ما بين قادة حزب الاستقلال مثلا وبعض قادة حزب الشورى. هذه العلاقة تتبدل بوفاة محمد الخامس في العام 61 واستلام الحسن الثاني الحكم في البلاد الذي أتقن الإمساك بشعرة معاوية كما يصفها إسماعيل. بعد ذلك كان عهد الحسن الثاني، وعهد الحسن الثاني كان مطبوعا بحسب تصوري بشيئا اثنين، أولا نوع من الوقاية
من كل نزعة هيمنية لحزب الاستقلال، ومن خالف حزب الاستقلال حتى من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وفي نفس الوقت تفعيل الخطة التي كان يسير عليها معاوية وهي خطة الشعرة، بقاء الشعرة موجودة. في العام 69 من القرن الماضي يتعرض إسماعيل العلوي لملاحقات السلطة بحجة مشاركته في اجتماع للأحزاب الشيوعية في موسكو 69، فألقي على علي القبض كما ألقي القبض على علي وعلى شعيب الريفي. أنا قضيت 15 يوم في سجن لالو هنا بالرباط في ظروف يعني كان فيها نوع من لا كان فيها حتى نوع من يعني المبالغة في مثلا السرير الذي كنت فيه لم يكن هناك أي سرير، كان هناك فقط كما نقول نحن باللهجة المغربية خنشة، أي وعاء مليء بالذرة بعصا الذرة أو عظم الذرة، وكان هذا عظم الذرة مليء بالبق. واو. وكان من دون شك شكل مقصود، لأنني أنا من أسرة يعني ميسورة الحال على كل حال، ولو أنه كان الوالد توفي آنذاك، ولكن كان خالي هو الدكتور الخطيب، وكان أحد عدد من المعطيات التي لعبت دورا من دون شك في هذا المعطى. فقضيت 15 يوم في هذا الوسط، ولكن قاضي التحقيق في النهاية تبين له أن يوم 5 يوليو وهو يوم افتتاح المؤتمر لم أكن متواجدا في موسكو ولم أساهم في هذه الندوة، وعلى هذا الأساس أطلق سراحي. مر المغرب في سبعينيات القرن الماضي في منعطفات سياسية حادة حتى باتت تعرف بسنوات الرصاص، فلماذا سميت بذلك؟ في الواقع كلمة سنوات الرصاص أطلقت من قبل بعض المناضلين من اليسار الذين أرادوا الخروج من الحزب أو الخروج من الحزب الاتحاد الوطني أو حتى من الحزب الاتحاد الاشتراكي لتكوين يسار متطرف بين مزدوجتين. فهؤلاء اصطدموا مع الحكم ليس على أساس قضايا داخلية، لأن نحن كنا نصطدم معه، ولكن كانت على مستوى الانتقادات، وهم كذلك كانوا يقومون بانتقادات فقط، ولكن اصطدموا معه بشكل واضح بالنسبة لقضية الوحدة الترابية. فهم كانوا يعتبرون بأن ليس للمغربي حق في استرجاع أراضيه في الجنوب الغربي، فهذا الأمر هذا وكأنه حصل نوع من الانقلاب في التفكير لدى بعض المناضلين في حزبنا الذين انشقوا وكونوا مجموعة إلى الأمام، والتقوا في هذا الرأي مع بعض العناصر من عناصر 23 مارس المنشقة عن الاتحاد الاشتراكي، وكونوا المنظمة أو الهيئة المتطرفة التي كان يقودها مثلا أبراهام صرفتي فيما بعد، والتي كانت بنوع من التلوين ترفض انضمام الصحراء الجنوبية الغربية إلى باقي الوطن. هذا هو الاصطدام الذي أدى بالحكم حكم الملك الحسن الثاني إلى نوع من الشدة معهم وقمعهم بشكل أحيانا وحشي. ولهذا سميت سنوات الرصاص؟ سنوات الرصاص فعلا. يشير إسماعيل العلوي لأن ما أصبح يعرف بسنوات الرصاص كانت بإدارة الجنرال أفقير الذي يقول عنه إنه كان عميلا فرنسيا ومن ثم أصبح عميلا أمريكيا وكان على علاقة مع الموساد الإسرائيلي. كان أحيانا رصاص مثلا قمع مظاهرة 65
من الدار البيضاء التي يقام بها عدد من الشباب طلبة وتلاميذ كان بالرصاص. مع كل أسف قمع كذلك المظاهرات التي حصلت في الثمانينيات وحتى في مطلع التسعينيات كانت بالرصاص. مع كل أسف كانت بالرصاص. فكنا نقول أنه مثلا بالنسبة ل 65 كان ذلك بإرادة من عنصر كان عاملا للفرنسيين ثم أصبح عاملا للأمريكان وهو جنرال فقير الذي كان وزيرا للداخلية والذي قاد هذه هذا القمع الذي تسلط على الشباب في الدار البيضاء. هل فقير كان يتصرف بأوامر من الأمريكان أو الفرنسيين مثلا ضد المصلحة المغربية الوطنية؟ هذا اقتناعي شخصي نظرا للمعطيات التي تتوفر لي، لكن ليس لي يعني أمور ثابتة ولو أنها تبدو واضحة. فمن دون شك أن أفخير كانت له علاقة مع الموساد، كانت له علاقة مع الأمريكان بعدما كان عاملا للفرنسيين، كان هو ضابط المساعد للمقيم العام الفرنسي جنرال دولاتور وبعده مع ديبوا. وبين عشية وضحاها أصبح من المقربين إلى البلاط، ونراه دائما في السيارة الملكية على يمين السائق كالضابط الذي يفتح الباب ويهيئ مثلا للملك هل طرق الجلوس في السيارة. هل تعتقد أن الملك الحسن الثاني يعني كان يعرف على من دون شك أنه كان يعرف ذلك؟ وأنا أعتبر بأن الحسن الثاني استعمل عدد من العناصر مكره من دون شك الآتين من الجيوش الفرنسية بالأساس وحتى من الجيش الإسباني، رغم انغماس هؤلاء مع يعني أجندة الاستعمار. أجندة الاستعمار ليس كلهم، لأنه كانوا هناك من كانوا نضاف، ولكن أغلبيتهم كانوا يعني مساهمين في العمل الاستعماري بكل وضوح. ما قام به أفخير مثلا في الهند الصينية كان يضرب به المثل في الجيش الفرنسي من وحشية ومن قساوة إزاء المقاومين. هو كشخص يعني ولا كشخص؟ لم يكن أفقير الشخص الوحيد الذي صاغ سنوات الرصاص، إنما شاركه آخرون ممن خدموا مع الجيش الفرنسي أثناء حروبه في فيتنام في منتصف القرن الماضي. لا، ليس هو الوحيد، كان هناك جنرال آخر وهو مليح فين العلوي، كان ضابطا في الجيش الفرنسي ثم غادر الجيش الفرنسي وعين ك خليفة للباشا باشا باشا الدار البيضاء في عهد الحماية، وكانت له يعني تصرفات شنيعة مع المقاومين الذين كانوا يقتلون في المدينة التي كان هو باشا عليها وهي مدينة سطات قبل أن يكون في مرتبة أعلى. وكان محمد الخامس يرفضه رغم كونه كان صهر ل عائلة قريبة من محمد الخامس، فكان محمد الخامس لا يتعامل معه أبدا. يبدي إسماعيل العلوي استغرابه من إبقاء الحسن الثاني على مثل هؤلاء الضباط فاعلين في عهده رغم كونهم أدوات فرنسية. لما توفي محمد الخامس ووصل الحسن الثاني إلى العرش وضعه كمدير تشريفات عوض الأستاذ البناني الذي كان مدير تشريفات في عهد محمد الخامس. وبوصفه مدير تشريفات كان مريح فيدر رحمه الله كان يستحق الرحمة، استطاع أن يخلق مفود لا بالنسبة للجيش ولا بالنسبة لأنظمة الإدارة، ويبدو على أنه هو الذي كان وراء اختيار معسكر تازما مارت أو سجن تازما مارت الذي
كان فعلا سجنا لا يليق بكل الاعتقال المتطرفين اليساريين بالأساس. في العام 91 يطرأ تحول جذري على تفكير الملك الحسن الثاني في علاقته مع الأحزاب السياسية في المغرب. هذا التحول جاء نتيجة رؤية اقتصادية قدمها البنك الدولي للمغرب تقول بأن المغرب قد يشهد سكتة قلبية. وفي لقاء مع القوى الوطنية والحزبية قال لهم الحسن الثاني إنه لم يبق له في العمل سوى 7 سنوات. في هذا اللقاء قال لنا لم يبق لي سوى 7 سنوات للعمل النشيط سياسيا، وأريد أن أشتغل معكم. إن 72 زائد 7 هي 79، أي سنة وفاته. وكان عنده معطيات دقيقة بالنسبة لوضعه الصحي. مين محمد الحسن الثاني؟ الحسن الثاني طبعا. طلب الحسن الثاني حينها من الأحزاب أن تطبق برامجها، وأنه وعدها بضمان الأغلبية لها في الحكومة، وأنه على استعداد لتنحية وزير الداخلية الحسن البصري إن لم يتعاون معهم. كان حديث الحسن الثاني حينئذ رسالة للأحزاب والمعارضة أن تأخذ رسالة التغيير بجدية، لكنها لأسباب غير معلومة فوتت الفرصة. يبدو لي أن المغرب أضاع فرصة، لا أقول نحن كحزب أو أي هيئة من الهيئات، بل المغرب أضاع فرصة ثمينة للدخول في مرحلة التغيير التي حصلت من بعد، حصلت في ظروف أخرى، في ظروف عهد جديد وبمعطيات تختلف عن المعطيات التي كانت سائدة آنذاك. كان من دون شك أن الحسن الثاني كان يريد أن يمهد سلاسة الانتقال إلى محمد السادس، وهذا شيء مشروع ومنطقي، وكان علينا أن نساعده في ذلك، ليس في الشهور الأخيرة من حياته، بل أن نقضي معه 5 سنوات أو 7 سنوات أظن، لست أدري. في العام 99 من القرن الماضي يتوفى الله الحسن الثاني، ويدخل المغرب عهدا جديدا هو عهد الملك محمد السادس. اليوم يقضي إسماعيل العلوي معظم وقته واهتمامه في متابعة شؤون الريف وحياة الناس فيه رغم تقدم السن، ذلك بعد أن استقال في العام 2010 من رئاسة حزب التقدم والاشتراكية التي أمضى فيها مدة 13 عاماً.